ما شاء الله تبارك الله. هذا يعني هذا تدريب عملي. نعم، هذا الخط الديواني. هذا خط الديواني. نعم، لكن بسم الله المكتوبة فوق هذه نفس خط كتابة النسخ. المصحف. صحيح. خط النسخ. نعم، فوق خط النسخ. عاد يبغى لنا درس ثاني للخطوط النسخ والرقعة. الله يوفقنا وياك. جزاك الله خير. ما شاء الله.